أستاذ أحمد عروج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير دكتور عمرو وفريق العمل، وجعلكم دائما يا رب، جعلكم دائما نبراسا للعلم يا رب، والهداية للبسطاء من أمثالنا يا رب. ربنا يجعلنا إن شاء الله أنتم وأنتم نحن وأنتم في مدد الله وبركاته إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. تفضل يا أستاذ حضرتكم أحمد عروج من غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا حضرتك يا دكتور عمرو. توفي والدنا ونحن أربع شباب وأربع شقيقات، أربع أشقاء وأربع شقيقات. فقد أتاح لنا رحمة الله عليه إن شاء الله لثلاثة منا ثلاث شقق، يعني كل ادى كل واحد فينا شقه مقابل جهاز الاربع بنات. لا معلش خليني اقول لك ان عمل ده وهو في حال حياته، يعني كتب حضرتك. يعني كتب الشقق الثلاثه للاولاد وشرط عليهم ان هم يجهزوا اخواتهم الاربعه، صح؟ لا يا دكتور ده هو بنفسه بنفقته الخاصه جهز البنات، يعني هو جهز البنات الاربعه وتزوجوا. جهز البنات الاربعه على حياه عينه. نفقته. طب اسمعني، جهز البنات الاربعه على حياه عينه، على حياه عينه، على نفقته الخاصه، وبعدين راح كاتب للاولاد الثلاث شقق على حياه عينه برضه. كل شاب فكر يتجوز راح اداله شقه الا الاخير. اداله شقه يعني كتبها له ولا اداله شقه يعني ايه؟ يعني كتبها له، يعتبر كتبها له، انا قاعد فيها خلاص. طيب لا ما فيش حاجه اسمها قاعد فيها خلاص، هو كتبها له بيع وشراء. لا كتبها له. طيب يبقى فاضل الابن الاخير من الابناء الثلاثه. لم يتداركه العمر حتى يعطيه الشقه مثلنا، فتوفى الله يرحمه. فكيف يكون توزيع الميراث في ضوء شرع الله عز وجل وسنه نبينا الحبيب؟ لان بعض الاخوه بيقولوا المفروض نخصم من التركه الاجماليه ثمن الشقه. هجاوب على حضرتك يا استاذ احمد. اشتكى منا جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع. الله يرضى عنك استاذ احمد. لا ليس من حق الاخ اللي هو لم يحصل على شقه انه يحصل على اموال من التركه قبل توزيعها خالص. ليه؟ طيب لان اللي عمله والدكم ده اسمه تصرف في حال الحياه، والتصرف في حال الحياه ملوش دعوه بالميراث. التصرف في حال الحياه له دعوة بالعقود المالية، يعني ده عقد من عقود الهبات، فعقد من عقود الهبات خلاص ملوش دعوة بالميراث. لما توفي والدكم الفلوس المال اللي فضل بعد وفاة والدكم خلاص تحول إلى تركة، وليس لأخيكم سواء كان الأصغر أو الأوسط أو الأكبر اللي هو ما كانش اتجوز ساعتها، ليس له أن يطالب بأموال قبل توزيع التركة خالص خالص. هتتوزع التركة عليكم انتوا السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين، مع ان الأربعة اتجهزوا ومع ان في اتنين أخدوا شقق. هيتوزع عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين وليس للابن الذي لم يحصل على هبة من والده في حال حياته أن يطالب بأن يحصل بجزء من التركة قبل أن توزع التركة، لا ليس له حق في ذلك.